بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحبائي أحبتي أخواني أخواتي، طبعا كثير من الإخوة والأخوات يتساءلون عن مدى قدرة الهواتف الذكية على حماية بياناتهم الحساسة، سواء كان تطبيقات التشفير أو بالتطبيقات برامج الحماية مثلا أو حتى من غير تطبيقات. إذا قلنا أنك أنت شخص تحتاج مثلا برامج حماية، لابد أنك تقيم احتياجك قبل شرائك لبرنامج الحماية. طبعا مو كل الأشخاص متمكنين مثلا من نظام الأندرويد، بحيث أنه مثلا يدخل مواقع وينزل يعني أشياء كذا وأشياء كذا، تطبيقات وبرامج من هذا القبيل، تطبيقات معدلة وغير معدلة. لا، احنا نبغى نستهدف الآن من المستخدمين العادي، زي مثلا أخويا أخوك أختي أختك عمك عمتك، أي شخص مثلا يستخدم نظام الأندرويد عنده بيانات حساسة، عنده معلومات حساسة. إن شاء الله بإذن الله تعالى راح تتعلم هذه الطريقة، وأعتقد أنك قد سمعت فيها، لكن ما في حد قد عرفك بمدى قوة وخطورة هذا الموضوع. إذا أنت شخص متمرس، ممكن تقول لي أنا أستخدم تطبيقات تشفير مفتوحة المصدر، هذا أمر طبيعي، أنا كنت أستخدمها في فترة من الفترات. لكن مشكلة تطبيقات مفتوحة المصدر بالذات هذه تبع التشفير أو اللي مثلا تحفظ كلمات المرور، لما تكون مفتوحة المصدر صح فيها نوع من الإكسبيليتي مرة عالية، يعني فيها مزايا كثيرة حلوة، لكن المشكلة أنت ما أنت عارف مستقبلا صاحب هذا التطبيق ممكن ينهار، ممكن يوقف تطوير هذا التطبيق، فبالتالي التطبيق ما عاد يوصل أي تحديث، فبالتالي احتمالية فقدانك لمعلوماتك الحساسة أو احتمالية تعرض التطبيق نفسه لثغرات أمنية هذا جدا وارد. وهذا هو الدارك سايد، الجانب المظلم للتطبيقات مفتوحة المصدر، لأنه ما في لها دعم زي لما تكون تطبيقات من شركة جوجل، تطبيقات من شركة أبل، تطبيقات من شركة سامسونج، هذه شركات كبيرة جدا. فلو فكرا إنها مثلا تقفل تطبيق أو تلغي تطبيق، فهي أصلا تنذر المستخدمين قبلها بفترات طويلة، تقريبا 3 شهور 4 شهور 5 شهور. أبغى أجيبها لك على بلاطة زي ما يقولون من الآخر. هو تطبيق واحد موجود بشكل افتراضي من نظام الاندرويد 8 الين وانت طالع الين حاليا 14، تطبيق اسمه فايل باي جوجل او الملفات بواسطة جوجل. طبعا هذا التطبيق يمنح مستخدمي الاندرويد في المقام الاول طريقة سهلة لإدارة الملفات وإخلاء مساحة على هواتف، لكنه ايضا وركز معي في هذه النقطة يحتوي على ميزة جوهرية ومهمة جدا، وهي المجلد الآمن. يا سلام، هنا بدأنا ندخل في العميق. ايش يعني مجلد آمن؟ يعني ان هذا المجلد يكون محمي رمز بن، تمام، رقم مكون من 4 أرقام. بعد إعدادك رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام يمكنك تخزين أي ملفات حساسة في هذا المجلد. حلو الكلام؟ يا سلام. ولا يمكن الوصول إلى محتويات هذا المجلد إلا من خلال إيش هو؟ التطبيق نفسه اللي هو فايل باي جوجل. يا سلام، يعني هذه الميزة مصممة أساسيا لكل الفئات، أطفال، مراهقين، كبار في السن، متقدمين، محترفين، أيا كان. فلنفرض مثلا الأشخاص اللي يشاركون أجهزة الأندرويد الخاصة بهم، وهذا الأمر شائع بنسبة كبيرة بين النساء في العالم كله، مو بس عندنا في الوطن العربي، يعني الأمهات والأخوات يعطون أطفالهم الصغار جوالاتهم، هذا أمر شائع في العالم كله. طبعا قبل ما تستخدم هذا التطبيق لازم أنك تتأكد من سبب حاجتك لاستخدام مثل هذه الميزة. فكر مثلا في المستندات الحساسة على هاتفك. كيف يعني حساسة؟ مثلا بعض المستندات اللي أرسلها إليك مثلا الزملاء أو أرباب العمل مثلا، أو ربما تكون وثائق سفر أو وثائق مصرفية أو صور لرخصة القيادة أو رخصة سير السيارة، مهما كان حط على هذه 200 خط وقول أستاذ يحيى قال لنا هذا الكلام. لأنه كانت في مسابقة في عام 2019، كانت في جائزة قيمة 15,000 دولار مقدمة من شركة جوجل لمن يستطيع فك تشفير الفايل باي جوجل. ولحد الآن كل الخبراء السبرانيين أثنوا على هذا التطبيق وقالوا أنه مستحيل أنه يتم اختراقه. لكن المهم، مهما كان الشيء اللي أنت تبغى تحميه عن أعين المتطفلين، هذا المجلد الآمن هو المكان اللي يمكن أن تحفظ فيه هذا النوع من البيانات الحساسة. يا سلام، يعني أنت أول شيء تعرف ما هي البيانات اللي أنا أبغى أحميها. أنت مثلا أختي الكريمة العزيزة تصورين نفسك دائما، أنت مثلا أختي دائما تصورين زميلاتك صديقاتك، يعني مثلا عندكم عرس، عندكم مناسبة، كل واحدة ترسل صور واحدة من هذا القبيل، تمام، هذا كأحد المثالات. أنت مثلا أخويا وصديقي شغال في العمل وعندك ملفات حساسة، أنت مثلا خايف والله على بطاقتك، خايف على بطاقتك الائتمانية، أنت أول شيء تقيم احتياجك لاستخدامك لهذه الوظيفة المجلد الآمن، هل فعلا أنت لديك احتياج لهذا الأمر أو لا، تمام. وأيضا من المثير للاهتمام أن صور جوجل لديها برضو ميزة مماثلة تسمى المجلد المقفل، حيث يمكن حماية الصور بكلمة مرور، حيث لا يتمكن سوى أولئك الأشخاص اللي لديهم هذا الرمز من الوصول
الوصول إليها، وهذا هو نفس الشيء ولكن في تطبيق مختلف. عليك أن تفكر عزيزي وعزيزتي أن المجلدات الآمنة تحافظ على الملفات المهمة مثل مستندات الهوية والصور وأي ملف حساس بشكل آمن ومأمون من الحذف غير المقصود أو حتى مشاركة الجهاز على سبيل المثال من قبل الأطفال. ويمكن أن تساعد المجلدات المؤمنة أي شخص يبغى يحافظ على خصوصيته، أو إذا كان شخص يمتلك صور حساسة ففايل باي جوجل هذا راح يؤدي الغرض وأكثر بزيادة. لكن عليك الانتباه لهذا الأمر وتركز معايا في اللي أنا أقوله لك، لأن هذا الأمر جدا مهم، وهو عندما تنقل أي ملف إلى المجلد الآمن هذا يعني أنه سوف يتم إخفاؤه من متصفحات الملفات وتطبيقات المعرض الأخرى. لن يستطيع أي تطبيق الوصول إليه حتى لو كان تطبيق خبيث، لذلك تأكد من عدم حذف تطبيق الملفات أو إلغاء تثبيته أو مسح بيانات التطبيق الخاصة به حتى تتجنب فقدان ملفاتك الخاصة. الأمر نفسه ينطبق في حال نسيانك لرمز التعريف الشخصي البن الخاص بك، فإنك لن تستطيع الوصول إليها نهائيا. في نقطة بس أحب أذكر فيها قدام نروح لمرحلة التجربة، أنه مايكروسوفت أيضا أضافت مجلد آمن مشابه لملفات جوجل موجود في الون درايف اسمه بيرسون فايلوت، إلى جانب حماية هذا المجلد برقم تعريف شخصي. يمكن أيضا تأمين الملفات في المخزن الشخصي الخاص بك الموجود على ون درايف باستخدام الأمان البيومتري مثل مثلا بصمة الأصابع أو مصادقة الوجه أو رمز المصادقة الثنائية 2-factor authentication. ويتوح لك أيضا تطبيق مايكروسوفت حماية المستندات الموجودة في السحابة، لكن تطبيق ملفات فايل باي جوجل يحفظها في الجهاز فقط. أيوة هنا وصلنا لآخر نقطة وهي مهمة، ليش جوجل فايل ما تحفظ هذه الملفات الموجودة في السحابة؟ لأنه نظرا إذا تمكن شخص تمام من اختراق حساب بريدك الإلكتروني فهو سوف يستطيع الوصول إلى هذه البيانات الحساسة، لذلك وجودها في الجهاز هذا يعني أكثر أمنا، وعدم اتصالها بالإنترنت أيضا هذا يعني أكثر أمن. طيب الآن عرفنا كل حاجة وذكرنا كل المعلومات الضرورية بطريقة سهلة، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقته لشرح هذا التطبيق نظريا. الآن ندخل للتطبيق بشكل عملي. طبعا أول لما نفتح التطبيق راح نلقاه بهذا الشكل. حلو، حاليا قبل ما ندخل حاليا نشوف أنا عدد الصور الموجودة في التطبيق وهي صورة واحدة هذه. حلو يا سلام، حلو الكلام. الآن خلينا أشوف تطبيق ثاني وهو خاص بعرض الصور وتعديلها، نشوف هل يستطيع الوصول إلى هذه الصورة أو لا. تمام، أضغط له هنا إضافة، ومجرد منه ما يفتح التطبيق راح نلقى الصورة هذه نفسها الموجودة الآن. التطبيق الثاني أو تطبيق الطرف الثالث يستطيع التعديل عليها. الآن خلونا ندخل لتطبيق الملفات من الخيال. لاحظ بدل ما تروح للإعدادات، لكن أنا أبغى أذكر لك الإعدادات بس يعني من باب عندك يعني تكتسب منها خبرة. عندك اللغة وعندك الإشعارات وعندك الاقتراحات المخفية وعندك إيقاف سجل البحث مؤقتا وعندك إظهار الملفات المخفية وعندك هنا المجلد الآمن. المجلد الآمن ما راح تقدر تدخله إلين ما تعين أول شيء رقم مرور. تمام، الآن إحنا خلصنا من هنا. تمام، استعرضنا بس الإعدادات، أروح والله مثلا المجلد الآمن هنا أضغط عليه وراح يطلب منك رقم تعريف شخصي أو نقش. أنا أقول له أبغى رقم تعريف شخصي، أقول له هنا 1 2 3 4. تمام، أنت لازم تحط رقم مميز أو تحط مثلا نقش. تمام، أقول له موافق، يقول لك أدخل الرقم مرة أخرى وأقول له التالي. الآن أصبح هذا الرقم جاهز والمجلد الآمن أصبح جاهز، أقول له هنا حسنا. حلو، حلو الكلام. الآن نرجع. حلو، لما نرجع للإعدادات ونروح إلى خيار المجلد الآمن راح نلقى خيار جديد ظهر لنا وهو تغيير القفل، وانت من هذه الحالة تقدر تحذف الرقم القديم وتضيف رقم جديد. اذا كنت لازم انك تتذكر الرقم مو تنساه بعدين تقول انا ما قدرت اغيره، لازم يعني تكتبه في ورقة. عندك هنا هذا الخيار اللي هو اعادة ضبط المجلد الامن، اذا عملت هذا الشيء سوف يحذف كل حاجة، صور بيانات حساسة يحذفها، يقول لك انا واللي معايا زي ما يقولون انا وعلى اعدائي مرة واحدة يحذفها كلها. حلو، حلو الكلام. طيب أنا الآن أبغى أنقل هذه الصورة اللي هي موجودة معي هنا وأبغى أشوف هل في تطبيقات تقدر توصل لها أو لا، أحدد عليها وأقول له انقلها لي إلى المجلد الآمن. المجلد الآمن راح يطلب منك رمز تعريف الشخصي، أضغط التالي. الآن الصورة أصبحت موجودة في المجلد الآمن. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب خلينا نحاول نشوف ما في أي مجلد. طيب هذا الاستوديو يستطيع انه يعرض الملفات المخفية. تمام، فاقول له هنا اظهار المخفي مؤقتا واحاول اني اطلع اي حاجة ما فيه، اعطاني مثل ايقونة. تمام، ما قدر يطلع لأي حاجة. خليني نرجع للتطبيق اللي افتحناه اول مرة، عدل الصور ونشوف الصورة هل يقدر يطلع لنا صور. تلاحظ انه لا يوجد شيء هنا بعد. تمام،
ما في، مو قادر يوصلها. تمام تمام. طيب انا الان مثلا ابغى احاول اوصل لها من نفس التطبيق نفسه، ما في اي صور. يا لطيف، اجل اجل فين راح؟ طيب خلينا اروح على مساحة التخزين واروح مثلا على البلوتوث، المكان اللي تلقيته منه الصورة ما في. ياهو. طيب الحال يا جماعة الخير، نروح لهذا المجلد، نروح الكاميرا، ما في ما في. طيب خلينا نرجع ونظهر الاعدادات المخفية لعل وعسى مثلا، ما في. تمام هذا الملفات مخفية. تمام نرجع مرة ثانية نسوي تصفح مثلا، هنا هنا لو تلاحظ اظهر لي بعض التطبيقات. تمام واروح له هنا مرة ثانية، راح تظهر يعني ملفات جدا كثيرة مثلا، فايل باي جوجل. تمام لاحظ ما في اي حاجة، حتى هو بنفسه فايل باي جوجل التطبيق اللي احنا ذكرناه برضه ما قدر يدخل لنا اي صورة. طيب احاول نرجع مرة ثانية نشوف الدي سي ام الكاميرا، ما في. تمام خلاص، هذه هي افضل طريقة انت تقدر تحمي فيها نفسك بعد الله سبحانه وتعالى، تحمي صورك، تحمي ملفاتك الحساسة من غير اي تطبيقات ثانية، من غير وجع الراس. واضمن لك انا وقل اخويا يحيى قال، وان شاء الله باذن الله تعالى اني اكون صادق، ان هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تحمي صورك وملفاتك الحساسة. سواء كنت مثلا اختي الكريمة معك صور حساسة، وانا المفروض اني انصحك الوجه الله واقول لك لا تحفظين صور لك خاصة او لاخواتك او لصديقاتك على الجهاز الذكي، لانه ما في شيء امن. لكن في المجمل يعني مهما كان عندك من بيانات حساسة حطيها في المجلد الامن. حلو، هل نرجع نفتح مجلد الامن؟ تمام، ونستخرج الصورة اللي احنا حفظناها سابقا، واقول له هنا مثلا نقل من المجلد الامن. الان تم ازالة الصورة من المجلد الامن، ولو نروح نرجع نفتح الصور نلقى الصورة زي ما هي. تمام باقي طريقة ثانية راح اجربها معاكم. تمام وهي انه يعني اذا حاول اي شخص انه يوصل مثلا لهذه الصورة تمام باي شكل من الاشكال فسوف يتم حذفها. راح اسوي طريقة وهي اني انقلها مرة ثانية المجلد الامن. تمام ساقول له هنا نقل الى المجلد الامن، اضغط رقم سري مثلا وادخل الصورة. الان الصورة اصبحت موجودة في المجلد الامن. لو نرجع هنا مثلا، خلينا من عملة نرجع هنا الصور راح نلقاها فاضية، نفتح ايش اسمه الاستوديو ايضا نلقاها فاضية. الان ابغى اسوي حاجة، وهي اني راح احذف جميع البيانات الخاصة بالتطبيق بحيث انه ادمر هذه البيانات. تمام اقول له هنا اروح الى التخزين واقول له حذف جميع البيانات. هل نشوف لانه في بعض التطبيقات اللي تقفل الاستوديو وتقفل الصور، لما تسوي لها حذف ترجع تفتح بعض الاشياء هذه او ترجع تفتح بعض الملفات وتشتغل بشكل طبيعي. لكن الان خلونا نحذفها ونشوف. حذفنا التطبيق يعني رجع كانه زي ما يقولون يوم ولدته امه. تمام نفتحه مره ثانيه. الان يقول لك تطبيق جديد. تمام اضغط موافق، اضغط وسماح. حلو الكلام، خلينا نشوف الصور. ما في صوره مجلد الامن. يعني يقول لك ادخل رقم تعريف جديد لانه خلاص انتهى هذاك الاول. يا سلام. طيب الصور راح كلها. اذا يا عزيزي ويا عزيزتي، من غير ما تتعب دماغك وتروح لبرامج التشفير المكلفة، برامج الحماية، اذا ما عندك مثلا فلوس وعندك معلومات حساسة، عندك بيانات حساسة، تستطيع انك تحفظها في تطبيق فايل ماي جوجل. تطبيق تشفيره مرة عالي جدا عالي، حتى الان يعتمد التطبيق العسكري في تشفير الملفات. لذلك انا انصح اي شخص، اي شخص كان من كان عنده نظام اندرويد، عنده ملفات حساسة يبغى يحتفظ فيها، يثبتها او يحفظها في الملف الامن او فايل باي جوجل. ختاما ونهاية، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.